واش الدين؟ واش حنا ماشي مغاربه ندخلوا لبلادنا؟ واش ما عندناش الحق ندخلوا لبلادنا؟ راه عيبوا عار عباد الله، عيبوا عار. السلام عليكم خوتي خواتاتي المغاربه، فاصون انا دابا بغيت خرجت بغيت نهضر لاننا من حنا الناس اللي محبوسين في المطار محمد الخامس، ياك باش تعرفونا بعدا اش كنهضروا. حنا الناس اللي قالوا لنا راه كاين الناس المغاربه تيدخلوا من تونس، الوغ درنا المستحيل، كاين اللي دوز يومين 3 ايام 4 ايام باش يجي لتونس باش يشد الطياره. افكتيفمون جينا لتونس طلبوا منا بي سي ار في تونس باش يقدروا يدخلونا للمغرب مع الخطوط الملكيه المغربيه. هذه الاستوار جات البارح في الطياره ديال 26 دقيقه، ركبنا حنا قلنا الحمد لله ركبنا في طيارتنا دخلنا لبلادنا. الوغ ملي وصلنا هنايا هما بداو المشاكل، بداو انكم نتوما لا جايين من لوروب لا ما جايش من تونس لا جايين غير تصوموا رمضان وتمشيو لا غير هذا لا هذا. كنقولوا لك كنحلفوا راه اننا ساكنين هنا، قال لك لا نتوما ما ساكنينش هنا بما انكم عندكم باسبور عندكم سيجور عندكم عندكم بيت فاصون. الوغ البارح قال لنا غادي يجي مسؤول غادي يدير معكم شي حل، عطاونا واحد الحل طومبوغير اللي استفزوا منه شي وحدين بالفيتاس وخداو دوراقي وخرجوا اللي ما عرفناهمش حنا كيفاش دازوا. كانت الطياره في بخي 140 و 80 بغا فيه فامي بريسك بلان، ملي كلشي بقى كيخرج كيسلت 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 بقينا 43. هاد 43 قال لك لا حقا صافي سبحان الله صدام نتوما غادي تبقاو هنا وتنشوفوا شنو غادي يديروا معكم. اوكي شنو غديروا معنا؟ حق التيست حق اونكاجمون كونفينمون قلنا لهم ماشي مشكل. تيست 12 ليل درنا تيست رابيد، من بعد كيلكو طون حنا تنشوجرين في الارض تنتسناو. واحد الميساج بغا نوصلو للمسؤولين الله يرحم الوالدين، دابا حنا جينا من هنا حابسين في مطار محمد الخامس وغدا رمضان، ماكله قليله السحور والو، باقي ما دارش معنا شي حل. غادي ندير معنا شي حل باش مشيو حنا نصومو رمضان ونمشيو نتوضاو ونصليو. الا ما كانوش يديروا على شي حاجه يديروا على وجه رمضان، ضروري خاصنا نمشي نصوموا رمضان ان شاء الله مع الناس ديالنا. شنو المشكل ديالك هنا؟ المشكل هنا حابسيننا من هنا من 24 ساعه هذه دابا اش حابسيننا. درنا تيست بي سي ار في تونس نيجاتيف، عاودنا البارح هنا في المطار نيجاتيف، سنينا ورقه صافي كلشي قادين الامور. في الاخر قالك لا تسناو الجهات المسؤوله هما اللي غيتاخذوا القرار فيكم. من 8 ديال البارح 24 ساعه ولا 25 ساعه دابا حنا كنتسناو في الجهات المسؤوله، كنتمناو من الله وكنطلبوا وناشدوا الجهات المسؤوله باش تدخل لنا في هاد الشيء. راه حشومه حنا مكرفسين لا ماكله لا نعاس، كنعسوا في الدس البروده ماكله والو المال ما والو. الله يجازيكم بخير. السلام عليكم، حنا جينا لتونس بحال اللي قالوا لنا الناس تيدوزوا منها تونس بلا مشكل. بقينا في تونس واحد يومين، من بعد خدينا التيست بي سي ار في مدينة تونس العاصمة، خدينا الطيارة ديال الخطوط الملكية المغربية اللي كانت فول مباشرة للدار البيضاء. وصلنا وفي الديوانة حبسونا وما خلوناش ندخلوا المدينة وحبسونا في المطار هذه يومين وحنا ناعسين فوق الأرض. وعاود داروا لنا تيست آخر وقالوا لينا اللي خرج نفس النهار ما خرجش، حنا مازال مجرجين وهذه ليلة العيد ليلة رمضان سمحوا لي وما كانش الحل. شنو رمضان هذا وقاعدين في المطار هنا حابسيننا، ما عندنا باش نبدلوا الحوايج، ما عندنا دوش، ما عندنا حتى حاجة. احنا نطالبوا من المسؤولين يديروا معنا الحل الله يجازيهم بخير. السلام عليكم، كما قالت الاخت ديالنا نعيدها في الكلام ديالها، تكرفسوا علينا هاد الناس، احنا قاعدين لا ماكله لا شراب لا ما. من البارح من 8 الليل، البارح راه 8 الليل صافي 24 ساعه
مكرفسين ناعسين في الارض كما راه السيد ناعس ليها متالحي ممسوقين الناس قايلين لنا باللي هنايا 50 واحد اللي جينا في الفول الطياره جابت معانا 180 ولا 170 ما حسبناش اكزاكت مي طياره غونبليها بو عامره دو اجيس كازيت ما بغاوش يتيقونا بان فوتهم نص نتاع الناس لي تروا كار نتاع الناس فوتهم نورمال وحنا حبسونا هنا وما عرفناش علاش رحنا محبوسين حنا قاعدين هكا ونستناو الرجاء من عند الله سبحانه ودليل العواشر ما كلينا ما شربنا ما خلونا نشريو ما ناكلو ما نشربو ما كنخرجوش مع هذا الاطار الزجاجي اللي كتشوفوه هنا هذه هي الحقيقه المره اللي حنا عايشينها ورحنا مازالنا هنايا ومازالنا محبوسين وما داروا معنا حتى شي تاويل.